توزيع منح التعليم العالي للنواب المحترمين محمد الطيبي ميمون شطو والطيب المصباحي من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل أحد النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، السيد الوزير، لقد لاحظنا خلال دراسة ملفات منح التعليم العالي أنه خلال العملية ديال التوزيع ومن بعد إعلان نتائج ديال المستفيدين من المنح ديال التعليم العالي يتبين أن هناك بعض الأخطاء. هذه الأخطاء تتكون في الملفات، يمكن أن تكون في هناك يكون هناك تشابه في الأسماء، تقديرات في المداخل العائلية إلى غير ذلك من المعايير والمقاييس، وبعد توزيع المنح يظهر عدد من الطلبة أنهم لم يستفيدوا نتيجة هذه الأخطاء وهم يستحقون، وجلهم تكونوا أحيانا يستحقون في الحقيقة هم أبناء فقراء إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة لا يمكن تدارك الوضع لأن الحصة تكون قد وزعت، فيبقى هؤلاء الذين ذهبوا ضحية هذه الأخطاء بدون منح رغم أنهم يستحقونها بكل المعايير. فلذلك عندما تقدم هذه الشكايات بعد توزيع المنح تبقى اللجنة عاجزة بطبيعة الحال على تلبية رغبات المشتكين، لأن كيف ما قلت سابقا الحصة تكون قد وزعت. لهذا ألا يمكن في الحقيقة الاحتفاظ بنسبة ولو بسيطة حتى بعد عملية التوزيع إذا كانت هناك شكايات موضوعية لطلبة يستحقون يمكن أن تلبى رغبتهم بهذه الكيفية؟ ولذلك احنا تنطلبوا على أن الناس اللي تتقدموا بشكايات بعد التوزيع وتكونوا تقدموا بملفات وتستحقوا تخص تلبى الرغبة ديالهم. هذا هو السؤال ديالنا، لأن بعد استنفاد الحصة ما كان لبوش الرغبة ديال هذوك الطلبة اللي كيكونوا فعلا كيستحقوا. والسؤال ديالنا هو هذا، أننا كنطلبوا باش تبقى واحد الحصة نسبية باش يمكن نلبيو الرغبات ديال المشتكين الذين ذهبوا ضحية هذه الأخطاء. وشكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. أشكر السادة النواب المحترمين على سؤالهم. أشير أنه بمقتضى دورية السيد الوزير الأول بتاريخ 30 يونيو 1993 تم إسناد مهمة تخويل قرارات استحقاق أو عدم استحقاق صفة ممنوح إلى اللجنة الإقليمية للمنح برئاسة ولاة وعمال أقاليم المملكة. كما نصت هذه الدورية على تخويل المنح في حدود الحصة المخصصة لكل عمالة أو إقليم بناء على الوضعية المادية لأولياء المترشحين. وتجدر الإشارة إلى أن كل طالب مرشح لاجتياز امتحانات البكالوريا تمنحه الأكاديمية رقما وطنيا خاصا به، وهو ما يتم الاعتماد عليه طيلة مسيرته الدراسية العليا، ويميزه عن باقي زملائه الحاملين لنفس الاسم الشخصي والعائلي، إضافة إلى المعلومات الشخصية كتاريخ ومكان ازدياد ورقم بطاقة التعريف الوطنية. وكما هو منصوص عليه في المذكرة الوزارية المتعلقة بتهيئة ملفات طلب المنحة، فإن النيابات تقوم بإثبات الأرقام الوطنية للطلبة التي تتوصل بها من الأكاديميات في ملفات طلب المنحة بالنسبة للمترشحين البكالوريا المغربية، في حين تتولى المصلحة المركزية تخويل الرقم الوطني للحاصلين على بكالوريا أجنبية. ويتضح من خلال هذا أن تدبير المنح يعتمد على عدة إجراءات احترازية لتجنب الحيف، ولا سيما أن باب الطعون مفتوح بمجرد النشر العلني لمحاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية لتخويل المنح، والذي يتيح للجنة المنبثقة عن اللجنة الإقليمية للمنح تحت رئاسة سادة رؤساء اللجنة الإقليمية إعادة النظر في الطلبات التي يتضح جدوى معالجتها. كما أن الوزارة تقوم بعملية إعادة توظيف المنح الغير مستعملة والتي توزع على العمالات والأقاليم في دورات، مما يسمح بالاستدراك إذا اقتضى الأمر ذلك. وشكرا. شكرا. تفضل. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، أعتقد بأن سؤالنا كان واضحا، وهو أن اللجنة تقوم بعملها
وتسند المنح لمستحقيها، ولكنني قلت احيانا كتوقع اخطاء، وهذه الاخطاء طبعا كتكون في التقديرات ديال المداخيل ديال رب العائله مثلا او شيء من هذا القبيل. فطبيعه الحال احنا على علم طبيعه الحال ان هناك دوريه، وان يمكن ان يكون هناك مثلا طعن فيما بعد، ولكن ما جدوى الطعن من بعد، لان الحصه المنح ما كايناش، كتكون توزعات وما بقاتش، تبقى هذاك الطالب سواء طعن او ما طعنش. شكرا شكرا سيد النائب. شكرا. شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب.